حلقتنا إليغانس باش نحكيو على ديرمافيج والباك المزيان هذية باك بوستر اللي غني بالفيتامينات. نشوفوا التقرير مع بعضنا. سلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم ياسر، البشرة والفيتامين اللي تستحقها البشرة متاعنا. هذاك علاش اليوم بحذينا سيرين طالب، أخصائية في التجميل، باش تحكي لنا على الباك بوستر. عسلامة سيرين. عسلامة فيدي. اليوم كيما كنت انت تقول باش نحكيو على فيتامين والأهمية متاعهم في حياة الإنسان، البشرة متاعنا بيان سور، سورتو بالنسبة للبو، خاطر البشرة تتعرض للعديد من المخاطر اليومية. أكيد. كيف ما الريون UV، كيف مع البوليسيون، برشا حاجات اللي تخلي البشرة متاعنا في خطر. باش نفسروا أكثر للسادة المشاهدين، اللي هي الشمس سورتو، بنعطيهم نصيحة البكتيري الفيروس، دونك ننصحوهم ديما أكثر نصيحة أنهم يحافظوا على الإكران سولير متاعهم. هكا ولا سيدي؟ صحيح صحيح. أيوه. من أهم الحاجات، وهذاك عليه من المستحسن يكون عندنا أون روتين كوتيديان باش نحميو بشرتنا ونحافظوا على النظاره نتاعها اللي وفرته لنا ديرمافيك. فوالا، اليوم ديرمافيك في البوكس هذيا عملت لنا 3 تيب دو سيروم اللي هما اباز دو فيتامين مهمين جدا. يعني فيهم 3 فيتامين. فوالا، نحكيو على لي ا بي سي. فيتامين ا اللي هو لاستار دو لانتي اج، فيتامين بي اللي هو البروتيكسيون، وفيتامين سي كيف ما نعرفوا كل الكلا وال كلنا شكون ما يحبش الفيتامين سي، نعرفوا المنافع نتاعو، يفتح البشره، يعمل بشره ايدغاتاسيون، الناس الكل عامل ضجه ديجا الفيتامين سي في عالم التجميل. اكيد اكيد. هوني نلقاو عندنا الفيتامين سي، لو فامو فيتامين سي اللي شكون منا ما يستعملوش، ما نستغناوش عليه ديجا. نلقاو فيه الاكلا، لانتي فاتيغ، البروتيكسيون، فرد وقت يعطينا اون هيدراتاسيون انتنس، حاجة فريمون تلقى ريزولتا رابيدمون فيها. سيرين، من قبيلة أنا قاعدة نشوف في البوكس، قاعدة نغزر، فما لو فيتامين سي إي فيتامين أو. إسكو كي نزيدو الفيتامين سي نزيدو لو فيتامين أو، يعطي معناها إكلاخير، يعطي بلوس دفيكاسيتي للبشرة نتاعنا؟ أكيد، هذا هي سر من أسرار الديرمافيك، أنه ديما فما ريشيرش وفما كرياسيون. لا كومبينيزون أونتر فيتامين سي إي فيتامين أو تعطينا إكلا أقوى، أون إفيكاسيتي معناها أقوى، نكونوا باش نتحصلوا على ريزولتا في معناها بيريود كبيره تولي في بيريود صغيره. صحيت، هذاك هو لو فيتامين سي. دونك توا كان تحكي لنا على الغيتينول اللي هو مشهور على الاخر في عالم التجميل، نحبوا نعرفوا عليه انا بيان سور والساده المشاهدين، تفسر لنا اكثر الغيتينول شنو يعمل بالضبط. الغيتينول اللي هو السيروم هذايا يعاون برشا انه البوم تاعنا تتصلح. اللي عندهم لي تاش، لي سيكاتريس دي بوتون، هذو كوم سيكاتريس داكني، لي تاش برون كيما قلنا، انا يمشي حتى للي جونك اللي عندهم هكا الحب والكراس نتاع الحب وكل. اكيد ماهوش مربوط بحتى عمر، معناها بالنسبه ليه يعاون على الاخر انه البوم تاع الانسان، البوم تاعنا تتصلح بالكدا، ونلقاو كل كيما نقولوا احنا بلغتنا العامه البشره معناها النظره فيها اللقه. صحيت، واللي كومبوزون اللي فيه يعاونوا بطريقه معناها رهيبه انه يخلي النتيجه تكون سريعه في باش نلقاو. واللي نعرفوا عليه الغيتينول انه هو ديما نحاول نبعدوا اكثر على الكونتور دي زيو، دي معلومه نعرفها، ماذا بيا انت اخصائيه تصلح لي على الكونتور دي زيو. وعلى الوقت نتاع استعماله هذايا اللي تقول بعديك، خاطر الغيتينول ما لازمتوش معناها الشمس، ما لازمتوش النهار، دونك نستعملوه في الليل، نستعملوه نهار بنهار هو والفيتامين سي. ليله بليله معناها الليله اللي نعملوا فيها الفيتامين سي، سامحني، ما نعملوش فيها الغيتينول، والعكس صحيح. اكزاكتومون. يقعد لنا لو فامو لو فيتامين بي 5. بي 5 اللي هو لا بروتيكسيون، الفيتامين هذايا عنده ان افي ابيزون، معناها يبرد الوجه. صحيت، ابيزون، بروتيكتور، نلقاو معناها كي تبدا البو فيها كليغ وكل ويخلي معناها لي ريد لي ريدول معناها اذا كان موجودين يصلحهم. سيرين، كان تحكي لنا اكثر على طريقه الاستعمال اللي هي بها نوصلوا الريزولتا اللي نحبوا عليها، دونك كيفاش نجموا نستعملوه، في الوقت، في النهار، في الليل؟ اكيد بي. بالنسبه للباك هذايا الاستعمال يكون عندك الفيتامين سي والريتينول، نستعملوهم نهار بنهار كما قلنا قبيله، ليله بليله، نهار اللي نعمل فيتامين سي
ما نعملوش الغيتينول نعملو من غدوة. ما نعملوهاش في النهار دو بريفيرونس الغيتينول الوغ لا جمله في النهار. اما الفيتامين سي فما امكانيه باش تقعد في دارك والا محافظ على ليكرون سولير نتاعك تعرف exactement. روحك تخرج كاين بواقي شمس تنجم تستعملوه لو فيتامين سي في النهار اكزاكتومون. بالنسبه للبي 5 هذاك نستعملوه في الصباح قبل ما نمشيو للخدمه قبل ما نمشيو للقرايه نحطوه وبعدها بالطبيعه ليكرون سولير هذاك معناها ينجم يكون كوم باز دو فون دو تان باسكو هو فيه الفيتامين بي 5 دونك هكا يدراتي شويه البو صحيت يحضرها باش يحضرها للمكياج والكل اكزاكتومون. مي فاش تستناو باش تعديو لي كوموند نتاعكم ديرما فيك وفرت لكم لي فيتامين اللي تستحقهم البشره نتاعكم الكل وبعدتكم على لي زانجيكسيون الزريرق في البو باش تعديو لي كوموند كلمونا على الرقم 36 015 011 والا ابعثوا لنا ميساج على الباج فيسبوك انستغرام ديرما فيك وين تتحصلوا على لي كونسيير تسالوا لي كيستيون نتاعكم الكل يجاوبوكم في كل وقت. ميرسي بوكو سيرين طالب شرفتني يعطيك الصحة. يعطيك الصحة عايشة. فقرتنا بيان سور شيراز المسيري خبيرة في الطاقة اليوم باش نحكيو على طاقة الميل باش نكملوا فيها صباح النور صباح الورد طاقة الميل باش نحكيو خاصة على البورتفوي. البورتفوي اللي هو مهم برشا طلع مهم جدا البورتفوي هو البورت موني بلوتو ولا بورت موني فما هما اللي يحطوا بورت موني وبورتفوي مع بعض هذيك غلطه باش نشوفوها توا اوكي احنا فين نلموا فلوسنا. شوف اللي عنده فلوس مفرطه بارتو ولا اللي مستانس يرمي رميين في الساك ولا حاجه ما تتلمش عنده الفلوس سي تو تافي نورمال معناها لوجيك برشا الحكايه فهمت دونك دو بريفيرونس احنا ديما عندنا بورتفوي ولا ان بورت موني بدا كبير شويه خاطر قد ما هو كبير قد ما انت عندك نيه الاستقبال فوالا دونك السنه 2024 هو العنصر نتاعو نار باش نعديو نحن 20 سنه هكاك معناها هذه الفتره اللي تو نحكيو عليها الفتره الزمنيه تسعه العنصر نتاعها نار دونك من احسن السطوشات اذا كان تبدل انت كل عام مثلا انا نبدل كل عام سطوش اذا كان تبدل كل عام احسن الالوان السنه هو الاحمر والاخضر والالوان الارض يعني بني والبيج الالوان كان توا سطوشي كبير واخذته بالذمه كيكه كبير توا تنقوم نوريهولك فهمت؟ به شنو اللي لازم في سطوش الفلوس؟ مش نوريك حاجه سطوش نتاع قبل كيفاش كان؟ اي مش كانت فيها كل مرايه صغيره؟ اي انا رجعنا توا للمرايه الصغيره والمرايه شنو عندها اهميه؟ ما قلنا نحن المرايه احنا شنو قلنا؟ قلنا راهو المرايه الدوبل اي صحيح احنا شنو نحطوها؟ نحطوها قدام الحاجات الايجابيه خاصه الفلوس توا سطوشات اللي ولاو يتعملوا يعني للناس اللي فاهم الفانك شوي وكل شيء ولاو يعملوا مرايه من داخل خريتها هاي كامرية الوهاب فوالا هكا فيها الوهاب وفيها الانفينيتي اللي احنا ديما نقولوا اللي هي يعني رزق ما شاء الله فهمت المرايه هذه لازم ديما تعكس فلوس مثلا انا حاطه فلوس باش ما نصرفهاش حاطه الفلوس نتاع الخارج داكور قدام المرايه هذه دونك ديما كي تحل انت سطوش تلقاه فيه المرايه كيما كانوا قبل الجدات نتاعنا تذكروش السطوش الاحمر اللي كان بالتكتيكه وتحل تلقى مرايه ما نعرفش اللي هما عاملينها معناها اكسبري ولا بالفطره بالفطره قديش الفطره نتاع قبل كانت سليمه جدا يا ريت داكوغ كانوا ديما كل مرايه هذيك توا رجعنا نحطوا هذا مثلا كيما هذا باغ اكزومبل الرمز نتاع الدولار فهمت ونحطوا المرايه نتاعنا هذه اللي باش تعكس الفلوس باهي برشا سطوش الفلوس نجموا زاده فما موديلات اخرين كيما هكا باغ اكزومبل انا هذا زاده ايه؟ اللي هو غوش والمن من برا 600 دولار وفي واحد 1000 دولار دونك طاقه الميل واختيار السطوش كيفاش فوالا كيفاش عنده قواعد السطوش باهي قلنا نحن السنه راهو اللون الاخضر والاحمر والاصفر ويتغير هذا كل عام هو يتبدل كل عام بالنسبة للناس اللي ما تحبش تبدل سطوش ولا تشريه غالي ولا تقول لك دو مارك وكل شيء نشريهم وان تاع عامين ثلاثة فهمت إن شاء الله ربي يزيد علينا الخير إن شاء الله يولي ويعتمدوا الألوان الداعمة ليهم
فما عملية حسابية نعملوها نحن بالعميل الاخرانيين نتاع سنة الولادة. سنة الولادة هذيك تعطينا إذا كان تو نحكي ومر عليها بالكبير ايه؟ تعطينا العناصر الخمسة. احنا الكون متكون من عناصر خمسة ايه؟ الماء والخشب والنار والأرض والمعدن. الأرض هي التراب. والمعدن كل واحد فيهم عنده ألوان داعمه ليه، لكن 2024 سي لو فير لو روج، وقلنا الأصفر والبيج مش البني، البيج. اي البيج اي. شنو حاجات اللي لازمني نعملهم؟ أول حاجة البورتفوي لازم فيها الفلوس أكهو كوسوسوا كوارت وإلا الصرف. ريت عبيد باغ اكزومبل البورتموني نتاع الصرف وحده والبورت لي كارت وحدهم. لا ما لازمش هكاكا، لازم هكاكا كيما هذا باغ اكزومبل في سلسله من داخل البورت. نحط الوراق ونحط الصرف ونحط الكارت. لازم ما فيه حتى ورقه خلاف الفلوس. الحاجه الوحيده بوتيتر اللي جو بو توليري نحطو معناها هوني هي الكارت بونكير اللي انت تجبد بها، ما تكونش وافد الصلاحيه زاده. داكور. كل ما هو بطاقة تعريف والأوراق وكل شيء هذيك نحطوهم في بورتفوي واحد آخر اللي هو خاص، أوراق الكهرباء وكل شيء خاص غاديك. الفواتير عمرك ما تحط فاتورة متاع شريت بها في وسط السطوش متاعك. لا ما تحطهاش جملة، هذيك طاقة معناها صرف. فهمت؟ انك باش تعاود تصرف، هذيك اون ديغي حطيت لهم تيكي يعني باش نعاود تحضر فيهم او باش تخرجوا راكم مش قاعدين. داكوغ. شنو الحاجة الأخرى؟ ما لازمش فيه رموز خايبه. ريت باغ اكزومبل دي بورتفوي ولا دي بورتموني جمجمه ودرجمه، يبدا جمجمه وخناجر و... هو حتى المنظر مش حلو. مش حلو مش حلو. العبيد بون كل يوم يختار اي فوالا فوالا. هو هذاك رموز سلبيه. اي باهي. حاجه اخرى، لازم اللون كيما من داخل كيما من برا. علاش هذوما مثلا بيرسوناليزي اللي هما حتى من البطان نتاعهم الدخلاني يكون فرد واحد هو ايه؟ الفلوس العنصر نتاعها خشب، خاطر الاوراق هذيك مصنوعه من الخشب من فوالا بابي هو من الخشب. دونك احسن حاجه تواتيها هو اما الاخضر الخشب والا الاحمر زاده اللي هو عنصر النار الداعم اللي هي نحطه كالمرايه من داخل. وما ننساوش آيات الرزق. أي. انا هذه راهو حاطه فيها ما هذيك حاجه بيرسونيل يعني ما نوريهاش ديما. سوره الواقعه آيات الرزق، ان هذا رزقنا الماله من النفاذ. تنجم عندك عندنا برشا آيات نتاع رزق نجم نحطوها في السطوش نتاعنا وديما نقراو سوره الواقعه. وكيما قلت لك الفلوس كي تحط الفلوس نتاعك هوني حاول مثلا تجبد شهريتك حطهم في ستوشك. خليها كي من غدوه. ما تخلصش سوالاتك على الصباح، السوالات راهي تخلص العشيه. كي ناخذ الفلوس ناخذها الصباح ما ناخذهاش العشيه باش ما تتفرطش في صفيصه. هذا هو ما يخص المال. حاجه الاخرى اللي شنو لازم كيفاش نخبي وطريف فلوس على الشيره نخليها في السطوش ولا نعملها؟ هذيك نمشيو لركن المال نتاعنا. ركن المال السنة، بالنسبة للسنة احنا ركن المال راهو يتبدل. فما واحد قار اللي هو الجنوب شرق القبلة اللي احنا قلنا ديما ياسر يعطيوها قيمة. القبلة نحطوها في القبلة. هذيك ركن المال. وعندنا زيدا ركن المال نتاع السنة هو الشمال، معناها جهة الشمال نتاعنا باش نحطوا فيها اك الشقاقه نتاعنا ولا باش نحطوا فيها لابوات اللي انت ولا باش تحط فيها الفلوس. ماذا بيك في ركن الثروه ما تحطش في اركان اخرين. مثلا ما تحطهاش قدام مثلا حيطها كي ريت عباد يحطوا في سيكانهم في القاعه ولا يحطوا في سيكانهم يبدا عندهم كيما ان بتي كنابيه ما عادش على التواليت من الجهه الاخرى يحطوا غادي نقول لهم ني اولفي سا. لازم في ركن المال نتاعكم. حاجات اخرين نعملوهم نحن مثلا اني نحط فيهم دي بيير بريسيوز. الكوارتز روز، لاميتيست معروف اللي هما شوف هذوما تو نحكيو عليهم مره. الاحجار الكريمه عندهم اللي يحطوا طاقه. فول فما الناس تحط عدس. الفول خاطر مفوله. العدس خاطره مدور كي الذهب هو كي الموني. فما الناس تحط عدس، فما الناس تحط ورقه ترند، فما الناس تحط فيها رزق. فهمت انت شنو تحب؟
انت وشنو انت تحب بالضبط. فهمت؟ انا نشوف هذوما الحاجات الكل جون لا بريفير با الحقيقه. انا جو بريفير اني نحط اية الرزق واني نحط اسم الله الحسنى. هكريت انت على المرايه، انا قلت لها مثلا نحط لي اسم الوهاب، نحب هذيك اسم الله الوهاب. دونك فوالا هذه هي، هذا اخذ بالاسباب. والكورس نتاع الميل ها باش نكمله لكم الجمعه الجايه الحلقه الجايه ان شاء الله، ونقول لكم وحكينا نحن شنو لازمنا نعملوا كيف باش نخرجوا هاك الافكار السلبيه توا، كيفاش باش نعوضوهم، وكيفاش باش تكون عندنا عقليه الاثرياء. انا وياك باش نوليو اثرياء السنه جدا. باش نوريك ندلل عليك، هات لي سكن نتاعي باش نوريك ستوشي. طلب زكي من باش تشوف ستوشي. اسمع، كبير واحمر هايدي، اما ما نحطش فيه الفلوس. آية لله، فماشي أكبر من هكا؟ مزيان برشا، إن شاء الله اللي من داخل مزيان كيفه. فماشي أزين من هكا؟ لا مزيان. وفيه من هنا ذيك باش نحط كارتة به، ومن هنا نحط الصرف به، وفيه كعبة فوق. زيد حط فيها الدومة، سي ان كادو. او ميرسي اللي هو بتاع الاحجار هذيك. ايه برا عطوب، تعرف تشوف لي قلت لك انا وياك باش نوليو خنيين. كوثر وستوج ورطب طلزه بجديه كاتب بالله. نو لحمه، انا شنو قلت لك؟ شوف ساعات العبد يتعامل بالحاجه بفتره سليمه. انت تو تعرف انا كي جيتك ما تعرفش حاجه اسمها فانك شوي. اي باه بالفتره نتاعك انت تعرف. اكا هاو ميلان يا سيدي، بدلوا ستوشيتكم احمر اخضر اصفر وبيج. وبيج مش مارون، بيج. ايه. ان شاء الله يجيكم الرزق الكل يا ربي. ان شاء الله نهارك زين ونهارك اسعد ايام. نمشي وفقرتنا اللي من بعد اللي هي أوفرم. فقرتنا اون فورم مهاجر ادريس كيما العاده. صباح النور. صباح الخير. صباح الحب. الحب سيغتو صباح الحب. اليوم باش نحكيو على الرياضه المدرسيه واهميتها وزيد حتى مشكلها. بيان سور خاطر فما برشا مشاكل في الرياضه المدرسيه. بيان سور اهميه الرياضه المدرسيه، اما هنا مش متوفره في المدارس الكل. خلينا نسبق لك الساعه. لازم حتى نحكيو في الموضوع. انا باش نبدا بدخله حلوه برشا. نحب نشكر ابطالنا في الالعاب الافريقيه في غانا في اكرا اللي جابوا 62 ميداليه. بارك الله. 13 ذهبيه، 20 فضيه، و69 برونزيه. باهي، نسالك سؤال. تعرف الرياضه الفرديه قاعده تجيب في نتائج كبيره 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 ومش لاقيه حظها كما يلزم. موضوع اخر. باهي، باش نسالك سؤال. الرياضيين هذوما الكل كيفاش اكتشفوهم؟ بالرياضه المدرسيه. صحيح، بالرياضه المدرسيه، دونك هذه الاهميه نتاعها. ولذا البارون يلزموا يشجع، مش حتى يشجع، يلزم على ولده باش يشارك في الرياضه في يعمل يلزم اجازه على ولده. صحيح. اما زاده كي يلقى الصغير في المدرسه الملعب باهي باش يلعب فيه، على الاقل محمي محمي، معناها يدخلوا يلعبوا مرتاحين من غير مشاكل، وكي يلقى وين يبدل حويجاته ويلقى كيفاش. اما كي تلقى الظروف هذه مش موجوده يولي يقول لك يلعب البرة مش لازم يلعب في المدرسه. هو ان جينيرال انت تعرف فما لي سنتر دو فورماسيون، معناها فما بروفيسور اللي هو مجاز من لينابس سبيسياليتي نتاعو، مثلا واحد كاراتيه والاخر جودو، تلقاه ياخذ التلامذه من الاقسام من المدرسه نتاعهم ويلي زاكومباني للسنتر ويمشي تراني. اي ما السنتر ويمشي تراني وبيدو اقرب سنتر ينجم يكون دار شباب، ينجم يكون تيران. تعرف المشاكل المشكل اللي صار في قصر سعيد، معناها دخلوا لهم للتيرا وما يلعبوا صغيره. هذيك مهمه البلديات، راهو فما راهي موضوع متشابك ومشاكله برشا. وانا اليوم حبيت نجيب لا بريزيدون دو فيديراسيون دو سبور سكولير يونيفرسيتير اللي هي عايده الانجليز، سيغتان ما تعرفها، بطله دوليه، تحيه ليها في كره. حبيت تجيب باش تحكي على المشاكل هذوما. قالت لي مهاجر مره جايه خاطر لازم نحكيو في الموضوع هذا. راهو لازم البارون يل ديكلار سا، يوصل المعلومه للمدير، والمدير ينسق مع خاطر دار الشباب راهي تحميها البلديه. هما اكثريتهم في دور الشباب ولا في لي سونتر تراني ورا، خاطر تعرف المدارس ما عندهاش ليسباس. فما مدارس ما عندهمش ليسباس كومبليتمون. علاش انا قلت لك اهميه الرياضه المدرسيه كبيره؟
لكن المدارس فيهم اللي متوفر لهم الملاعب ونجموا يلعبوا سبور، وفيهم اللي لا، وفيهم اللي ما يجي استاذ السبور كان في وسط العام ديجا هما من يقتلك. هو فما لي سنتر دو فورماسيون اللي تلامذه مثلا تلقاها تحب الجيمناستيك تلقاها مغرومين يهزوم لي سنتر، وفما لي زيكيب خاطر مش نفسرها هنا اليوم، وفما لي زيكيب، وفما سبور، فما 17 رياضه ما بين رياضه فرديه ورياضه جماعيه. وانت في بالك اللي راهو فما اكتيفيتي كبيره، احنا عندنا مثلا في تونس اكثر من 21 الف مجاز عنده اجازه في الرياضه المدرسيه، معناها سي تري بيان. فما بطولات اقليميه، فما مسابقات بين المدارس، الالعاب اللي كنا قبل احنا تبقى المدرسه الفلانيه والمدرسه الفلانيه نفسه خزنه دار ما لازمش تربح مون فلوري فما فيديراسيون كامله بيان سور. احنا هيك علاش حبيت نوصل المعلومه، فما بطولات من الاول جهويه وبعد اقليميه توا وقتها، وبعد وطنيه تلقاه مثلا واحد من صفاقس مش يلعب كونتر واحد من توزر يتلاقاو في تونس، هذيك بطوله وطنيه. عرس عرس رياضي مدرسي هذا وجامعي زاد اللي انا فيه معناها هذا موجود. سوف كو الاجازات بالحق بعد الثوره نقصت عدد المجازين، توا احنا في صفاقس مثلا عندنا 23 الف مجاز، قبل كانوا اكثر، في توزر ثم 3000 مجاز بركه سي تري بو معناها توزر كمام. هذا الكل ديما كيما قلت انت يرجع للظروف نتاع العمل. اما كما قلت لك قبيله راهو البارون ولا مدير المدرسه يولي نهار الجمعه العشيه اللي هما اللي هو وقت الكومبيتيسيون يفضلوا باش يعمل ولده ايتود، والا ولده معناها ولا مدير المدرسه يجيك في الوقت هذاك ويعمل لك كور. فهمت؟ دونك احنا زيد البارون زيد نحسوا البارون قبل ما نحسوا التلميذ معناها فريمون، ونحسوا زيد الاداره والمنظومه التربويه بصفه عامه باش يخليوا الوقت للصغار للحكايه السبور اكثر، لانه مره في الاسبوع هما حتى كيبدا عندهم استاذ وعندهم الملعب عندهم مره في الاسبوع للرياضه. سي تري بو حتى في الليسي، في الليسي تلقاها عندهم ساعتين في الجمعه شويه. تو انت كي تشوف الميسيون الكوفيسيون تاع المات كيما الكوفيسيون تاع السبور، تو السبور كوفيسيون 1 في الليتاتيك معناها سي تري بو. دونك ديما يقول لك يجيك في العام الباك سبور يقول باش نعمل ديسبونس الوقت هذاك نقرا فيه، سي مالوغو كي واحد يقول كلام كيما هكا. على خاطر انت توا لي غران سبورتيف منين؟ من المدارس راهو يكتشفهم. لا ديتيكسيون دي تالون تصير في المدارس. انت ثما لي كلاس سبور تعرفهم، موجود لي كلاس سبور، وعندنا زاد عرس رياضي معناها في لي سبيسياليتي الكل في الاختصاص الرياضي نتاع المدارس، وعندنا ليسي سبورتيف. معناها هذوك منين يجيو؟ 11 جابر منين؟ خذوها من سوسه تلعب في سكولير، جابوها ليسي سبورتيف بعد ولد بطله. دونك علاش تحرم ولدك من فرصه انه ينجم يكون بطل؟ حفناوي كيف كيف. دونك احنا يلزمنا نشجعوهم ونلوجوا. يا خو انا مثلا كي كنت بارون نمشي للمدير، انا ولدي نحبه يعمل سبور شوف لي حل مثلا. لي بارون زاد كان يتكتلوا، اما البارون هو بيدو ولا يبخل يقول لك خويا يعمل ليتيود يقرا على روحه خير. وقت اللي هو راهو سبور والقرايه يلزم شو اون باراليل، ما ثماش معناها فرد وزن بالنسبه لي انا، ويلزمها تدخل المونتاليتي هذه. خاطر كيما قلت ما تحرمش ولدك من فرصه انه ينجم يكون في يوم من الايام بطل، تلقاه ايبر اكتيف عنده لي كاباسيتي الكل وما عنده وما يترانيش في المدرسه، شكون باش يكتشفه؟ معناها خاطر في تمشي تهزو ديريكتومون سيفي نو، ماذا بهم ياخذوا من المدارس معناها. يعطيك الصحة هاجر، يعيشك يعيشك. يلا نمشيو نشوفوا جيجي وما عملت لنا بالكحلوبة. جيجي راهي أبدعت حاجة أبدعت نشموا في الريحة. فوالا هاي البريكة الحلوة وهذه السلاطة الحلوة. دونك سلاطة فجل نذكروا شنو عملت لنا. عملنا سلطة فجل تونسية اللي هي معدنوس وبصل، هي بنتها سلطة الفجل معدنوس وبصل عصرة قارص وشوية زيت زيتونة ملح فلفل أكحل ورشة التون ما ننساوهاش. فوالا هذه هي دونك الدبرة نتاعنا، إن شاء الله عجبتكم وإن شاء الله عجبتك أنت زاد هاجر. ونقول لكم شي هي طيبة، ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. نقول لكم باي باي.